كابتن عادل، النادي الاهلي تغلب اليوم، كان قبل الماتش قلت لك ما يعني ما تخافش، النهارده النادي الاهلي اتغلب على الصعوبات والابواب المحيطه بالمباراه اللي احنا عددناها قبل المباراه. مجهود كبير جدا وروح عاليه جدا من اللعيبه، اداء رجولي. منتظرين بقى لقاء الحسم ان شاء الله يوم الجمعه عشان لعيبه النادي الاهلي الابطال يقولوا كلمتهم. خلينا متفقين ان الشوط الاولاني خلص بالزبط. المباراه لا لسه. يعني صعبه للغايه طبعا. في القاهره طبعا. عشان بس نبقى متفقين، ولازم نعمل حسابنا جامد جدا، ولازم نلعب بتوازن جامد جدا، لان الفرقه دي مش عندها قوه وشراسه في الجري وفي الملاعب اكيد، اللي هي بتبقى غير الترتان بتبقى اسرع من كده كتير جدا، فهتبقى عليها في خطوره. لازم المباراه تتاخد هي تتاخد طبعا بجديه لكن بفكر شويه، لازم انك انت تعمل حساب الفرقه وتحترم الفرقه دي قوي، ومن عاده النادي الاهلي انه بيحترم كل الفرق. ولكن النهارده انت اتغلبت على اهم عنصر، الناحيه النفسيه، انت خارج من موقع قبل كده، يعني نفسيا الاعداد كان جيد، اللعيبه رجعت، والحاجه المهمه اللي احنا اتكلمنا فيها وكنا نتمناها لقيناها، اللي هي روح لعيبه الاهلي. صحيح. يعني احنا ممكن قبل المباراه قلنا سيبك من الناحيه الفنيه، الملعب مش هيخليك، الاداء، الاصابات، الحاجات دي كلها، لكن الروح وهو ده كان السر. صحيح. النهارده روحك طول الوقت روح عاليه جدا، قوي جدا، بتدافع مش بطال. الحاجه الثانيه المهمه اللي عجبتني في المباراه ان انت اصبح عندك حارس مرمى على مستوى كبير وتقيل ما شاء الله، يعني ما تخافش منه، يعني بقى عندك حارس قوي جدا شالك في الاوقات اللي هي فيها صعوبه، لعب على يعني بفكر اللي هو زي ما قلت لك الشوط الاولاني طلع 3 اجوان 100% اجوان، يعني لولا مصطفى شبير النهارده كانت النتيجه ممكن احنا برضو ضيعنا، ولكن انت بتتكلم على انك لما تضيع المهاجم لما بيضيع ما فيش مشكله يجيب جون يرجع، لكن انت بتتكلم على الحارس المرمى ان هو يشيلك من اهداف محققه، فدي في حد ذاتها كويسه. النهارده الاصابات اللي جت عندك، ودي انت اتكلمنا اكتر من مره انه الثلث الاخير من السنه ده بيبقى ثلث صعب جدا على اللاعبين، وبالاخص لعيبه النادي الاهلي غير الانديه كلها. خلينا نعترف النادي الاهلي بيلعب مباريات اكتر، بيلعب بيوصل للثلث الاخير بيبقى كانه خلص الموسم الانديه الاخرى، لانها بيبقى عنده كم مباراه، عدد مباريات اعلى. لا وايه كمان قوه المباراه، يعني انت ممكن تلعب لك 50 مباراه بس قوتها متوسطه او اقل من المتوسط، لكن انت بتلعب مباريات النادي الاهلي والاجواء مختلفه، وبتلعب مباريات الحمل القوه والجري والتحميل والذاكره والنفسيه ازيد كتير قوي، لانك بتلعب فرق كبيره، وبعدين انت مطالب مع الكبار انك تكسب كمان، فبتدي بتبذل مجهود ازيد. عشان كده النهارده التعادل بمثابه، يعني من وجهه نظري مش هقدر اقول فوز، لكن اقدر اقول لك انه نتيجه جيده جدا في ظل اصل شوف دايما احنا التعادل للنادي الاهلي ما بيبقاش جيد بره او جوه، ده كان في اوقات العاديه، الاوقات اللي انت فيها مرتاح، لكن انت ظروف صعبه للغايه. انت بتتكلم على انت لسه مخلص ماتش ورايح تلعب في ماتش تاني مستوى اخر وشكل تاني وملعب اخر، يعني الـ 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 المعطيات بتاعه المباراه كانت تقول لك ان النادي الاهلي يبقى اقل من كده النهارده، احنا بنتكلم كوره يعني، لكن النادي الاهلي النهارده عالي بروحه قوي، ودي السمه والصفه اللي لو انا دايما بقول احنا اكثر سكواد في مصر. صحيح. انت في افريقيا انت افضل اداره بتديرك، علشان المدرب بيبقى عنده امكانيه ان الاداره بتدي له حريه كامله مهما عمل مهما حصل منه، فبتدي له حريه كامله، فانت كل العوامل اللي انت بتتكلم عليها دي انت الافضل دائما وانت الاقوى دائما، ولكن كل الفرق اللي بتيجي تلعبك بتلعبك باقصى حمل ليها. في فرق يا كابتن ايمن لما بتيجي تلعب، يعني انا افرجك على مباريات فرق ضد بعض ولو جم لعبوك بتشوف فرقه اخرى، لانه المدرب اللي يكسب النادي الاهلي بيقعد فتره طويله قوي يشتغل، دي حقيقه. اللعيب اللي بيعمل ماتش كويس قدام الاهلي بيعلى جدا وبيوصل لمرتبه كويسه ما بين اللعيبه، وممكن يدخل منتخب مصر. فلو انت بتعدد كل العقبات اللي كانت امام النادي الاهلي، فالنادي الاهلي النهارده نجح ونجح بتميز.
صحيح.